نشكر رئيس الوزراء السوداني، والله يحفظه ويخلي لنا، ونشكر الحشد الشعبي على هاي المبادرة على منطقة سبع قصور. سبع قصور يعني كانت منطقة يعني منتهية تعبانة لو ما الحشد، ها، وعلى هذا الشارع ويسوي احنا لا شيء، ما حد يجي وما حد يسأل علينا. ونشكر حشد الشعبي والله يحفظهم ويستر عليهم ان شاء الله ويخليهم سند لنا ان شاء الله.